بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في نقلنا الحي والمباشر ضمن انطلاقات الثنايا لأبناء القبائل في صباح هذا اليوم الثلاثاء، حيث بدأ قبل لحظات شوطنا الثامن المخصص للقعدان مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة ومقدمة هذا الشوط، هذا اللي يحمل الرقم 58 اللي ينطلق في صدارة ومقدمة هذا الشوط غير مدون. المركز الثاني، المركز الثاني شعار بن ذروة على المركز الثاني، وهو سراب على المركز الثاني، تعود ملكيته لياسيد جار الله بن محمد بن جار الله بن ذروة المري. المركز الثالث الحنيش على المركز الثالث، المركز الثالث يتواصل شعار بن طريبيل هادي بن محمد بن ناصر آل بريد المري بوجود الحنيش على المركز الثالث. المركز الرابع، مركز الرابع سراب متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. والمركز الخامس يتواصل فيه شعار بن حلفان مع دليل راشد بن علي بن سعيد آل بريس المري على مستوى المركز الخامس. متابعينا ومشاهدينا الكرام، هذه نتيجتنا الأولى ونداؤنا الأول ضمن هذه الانطلاقة الثامنة في صباح هذا اليوم، سباقنا المحلي الأول الذي ضم مجموعة كبيرة من أبناء الخليج، حيث توافد أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأبناء السلطنة وأشقاؤنا من دولة الكويت مشاركين مع إخوانهم في ميدان الشحانية. نرحب بكل الحاضرين والمشاركين في هذا اليوم، نرحب بهم أجمل ترحيب، من يشارك من يحضر للمشاركة في ميدان التحدي. جوائز عينية قيمة رصدت لسباقنا المحلي الأول والثاني والثالث، عبارة عن سيارات للأشواط الرئيسية في سن الحقائق واللقاية، متمنين للجميع التوفيق. عودة إلى مجريات شوطنا، سراب يتصدر وينطلق بالمركز الأول، تعود ملكية سراب على أنه قبل لحظات بالمركز الثاني تقدم وانطلق إلى مقدمة الشوط. جار الله بن محمد بن جار الله بن ذروة المري، وهذا الشعار الغني عن التعريف، وأهالي أم الصلاة المشاركين في هذا الشوط باحثين عن تحقيق الناموس، يذكرني هذا الشعار بالمتحد صاحب الإنجازات الحافلة، المتحد اللي ياما حمل هذا الشعار وياما صال وجال في أشواطنا الرئيسية سواء هنا في دولة قطر أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصوله على الرمز أيضا في دولة الكويت. شعار بن ذروة حمل وحمل على ظهر المتحد في مواسم ماضية. المركز الثاني مياس على المركز الثاني، وصلتنا معلومة عن مياس سالم بن فرحان بن خميس العنزي على المركز الثاني ينطلق في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذا هو العنزي القادم من المملكة العربية السعودية. المركز الثالث سراب بن فهيدان على المركز الثالث، متعب بن عبد الله بن راشد آل فهيدان المري. المركز الرابع، المركز الرابع رقم 55 وهذا هو ثمين على المركز الرابع، طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري على المركز الرابع. المركز الخامس الأشقر، هذا هو الأشقر مبارك بن علي بن مانع العجمي من دولة الكويت، مشارك بمبارك في هذا الشوط، علي بن مانع العجمي أحد أنجاله يشارك في هذا الشوط هنا، مبارك بن علي بن مانع العجمي مع المركز الخامس مع الأشقر، الأشقر على المركز الخامس. نتيجتنا ونداؤنا الثاني متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، وإن سألتوا موقع هذه السبق وين بنقول
1200 أو 1500 متر عن خط النهاية. نعم لوحة كيلو ونصف الكيلو، وبدأ بن ذروة، بدأ بن ذروة هنا بالانطلاق والاندفاع. الاندفاع كيلو ونصف الكيلو يا بن ذروة، تبقى أمامنا، تبقى أمامنا ونحن نسير والشعارات قادمة والأسماء قادمة، وشعار بن ذروة مع المركز الأول، مع سراب على المركز الأول على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. مياس بالمركز الثاني، سالم بن فرحان بن خميس العنزي، بن فهدان مع المركز الثالث، لعفاري مع المركز الرابع. هنا اسم جديد ينضم ويتدخل وينطلق في هذه اللحظة حاملا لشعار سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري مع القيصر على المركز الخامس. المتابعة مع أحد خبراء التضمير بوهلال هنا المنطلق، وأحد المبدعين في مجال التضمير. الله، اختلطت الأمور بعضها ببعض. انطلق بن فهيدان، تحرك بن فهيدان في المقدمة وعلى الصدارة والمقدمة، أتابع شعار بن نايفة قادم، شعار بن نايفة قادم، أحد الخطيرين في هذا الشوط. متعب حمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مع المركز الثالث، ولكن بن فهيدان على المركز الأول مع سراب، سراب بن فهيدان والقيصر من الجانب الآخر، ومن تدخل شعار بن طويرش العفاري على المركز الثالث، ولكن الله، ثمانية أسماء في موقع واحد، في موقع واحد، في موقع واحد. الله، بن فهيدان مع المركز الأول. شوف المتدخل المنطلق هنا، شاهين محمد بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، ولكن القيصر، قيصر الهاجري، قيصر سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري، أحد الداعمين لهجن المملكة العربية السعودية، وأحد المبدعين، ومن يمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل في المحافل الخارجية. المتابعة مع بوهلال، بوهلال مع المركز الأول مع الصدارة، القيصر، القيصر، القيصر مع صدارة ومقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر. تهانينا والناموس لمالك القيصر سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري على فوزه بالمركز الأول. تهنئة للمبدع بوهلال من قاد القيصر في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين اللي ما قصر، محمد بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه الحنيش محمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجبور المجذور على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع رقم 13 متعب حمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. المركز الخامس، مركز الخامس بنشوف اللي فاز وهو الجوف، جابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب. كما تتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة، التوقيت الزمني 8:39، هذا هو توقيت القيصر سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري. تهنئة له في هذا الشوط، ممثل المملكة العربية السعودية الدائم في المحافل الخارجية. تهنئة لمن قاده بكل ثقة أبو هلال، تهانينا والناموس. المركز الثاني 8 دقائق، 4 ثواني، 4 أجزاء من الثانية، شاهين محمد بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. تهانينا والناموس لبن شنان على هذا الفوز. المركز الثالث، المركز الثالث الحنيش لمحمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجذور. 8 دقائق 7 9 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا.